ندخل على موقع الجهاز بتاعك. انا هنا عندي جهاز اسوس، وبدخل على الموديل، بكتب الموديل بتاع الجهاز اسوس بتاعي، هو تي بي 300 ال، بس هو هنا مفيش ال، فيه ال اي و ال بي و دي، فاخترت اقرب حاجة ال. المهم تخش على الموديل بتاع جهازك على نفس الموقع بتاع الشركة، وتخش على الدرايفرز اللي هي التعريف، يعني درايفرز تول وكده اهي. فبتختار من هنا، اخترت من هنا الموديل بتاع جهازي او القريب ليه، وسيلكت، بتختار سيلكت الويندوز بتاعك. انا هنا ويندوز 10 64 بت، وبيظهر لك هنا الدرايفرات، الشاشة، كارت الفيديو والبايس والحاجات دي. بتختار، بتنزل، تعمل داونلود يعني اللي انا عرفته من اي حاجة فيها انتل، يعني هنا مثلا انتل جرافيك درايف نزلته، وهنا الاوبتمايز سيستم بيرفورمانس بتاع البايظ دي ما نزلتوش، والاوديو برضك ما نزلتوش، ودي ما فيهاش انتل، والتاتش باد ما نزلتهاش، والاذرز هنا الاسوس لايف ابديت برضك ما نزلتهاش، الوايرلس انتل واي فاي وايرلس عملت لها داونلود، وهنا البايو ستلايت دي ما نزلتهاش، الشيبس هنا انتل برضك نزلتها عملتها داونلود، والبلوتوث، البلوتوث انتل برضك نزلته. نزلت انا مجموعة دي اللي هي فيها كلها ايه الانتل يعني، اهي نزلتهم هنا. وباجي بفتح بعمل هنا دبل كليك مثلا على اي واحدة منهم، هنا بتعمل مهم تفكها، انا على طول مباشر من غير ما افك، وخدت الابليكيشن دي، بضغط على الابليكيشن دبل كليك وانزله، يعني سطب جميع الحاجات اللي فيها انتل دي. ففعلا نزلتها وجربت وعملت شت داون للجهاز، والحمد لله قفل وطفى، وحتى لمبة الباور والمروحة بتاعت اللابتوب كله فصل يعني وقفل. طبعا انا بقالي فترة طويلة جدا المشكلة دي بعاني منها، ان بعد ما اعمل شت داون للويندوز بضطر استنى شوية، افضل دايس على مفتاح الباور كام ثانية كده لحد ما يقفل الباور خالص للجهاز. دي كانت مشكلة كبيرة، الحمد لله اتحلت بسبب ان انا نزلت الدرايفرات بتاعت جهازي من موقع الشركة اللي هو اي حاجة فيها انتل يعني. فتقريبا كل واحد يشوف المشكلة دي عنده يحاول يحلها بالطريقة دي، ان شاء الله هتنجح معاك، لان جربت طرق كتير جدا موجودة على النت، وناس كتير بتشرح كذا طرق وطرق واعدادات سيتنج في الويندوز من جوه، كلها للاسف ما نجحتش يعني. بس ربنا يوفق الجميع.